لذلك انا ابي اشكره وكلفه الكثير وكان على حسابه. كان الغرض منه انه يقول، وقال لي اكثر مره، قال لي الحقيقه هو دعم لاخونا الفواز الحساوي ودعم لنادي نوتنغهام، واول مواطن كويتي انا اتصور انه يطلع برحله على حسابه يتكفل في كل مصاريفها، ولغرض لشخص انا ما ادري شنو العلاقه والحب والماجينيشن اللي بيناتكم، اللي قدر الاخ ايضا ان احنا نروح ونسوي تقرير راقي جدا. هذا الرجل سوى هذا اللقاء على حسابه الشخصي. خليني اكملك بس انا عندي سؤال في الموضوع، انا عندي غرض في الموضوع. على حسابه الشخصي، وسمعت انا انه قالوا لي من الاخوان في تلفزيون الوطن، قالوا لي انا ما حد قال لي، انه انت وديت الفريق الاعلامي لتلفزيون الوطن وما نقلوا هذا التقرير ولا نقلوا هذا البرنامج اللي الاخ راح على حسابه سواه من تقرير ومن مصاريف، وحط لك اياه بحلقه استثنائيه بموافقه الاخوان في الاداره. بالمقابل اللي انت وديتهم على حسابك وتحملت مصاريفهم، وهذا شيء طيب وهو شيء محمود ومو ضده احنا، لكن نتفاجئ ان التلفزيون الوطن ما نقلوا هذا التقرير والغوه بتعليمات. احنا بس بصقر انا للتنويه، طبعا عشان احنا يعني تلفزيون الوطن اخوان اعزاء، وكاداره وكمجلس اداره لهم كل التقدير والاحترام. احنا ما نعرف الاسباب، يعني احنا نسال ابو عبد العزيز، لكن هم قد يكون لهم اسباب. بالنسبه حق ما تفضل فيه، انا بكل امانه الحقيقه، يعني انا اول شيء يعني ما الوم الاشخاص، يعني انا احب طلال البريس الحقيقه صديق لي واخو لي، وكذلك جمال مبارك يعني اخوي واحبه، ولكن هذا الاشخاص ما لهم، يعني هم الحقيقه اجتهدوا في هذا الامر، وانا ذكرت في مقابلات اخرى خصيت هذه الشغله. والحقيقه انا كان عندي مقابله، كلمني بمشاري دوقجي لما كان احمد دوقجي، ايه كان في وقتها في 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 في, في مدير قناه الوطن، اللي كان مدير القناه، وكنت انا يومها مقدم استقالتي. اعطيك قصه من الاول عشان ابو صقر انا وقال لي فواز ارجوك انك تطلع عندي اليوم حلقه علشانك وتكلم وقول اللي بخاطرك. وانا كنت يومها متضايق، وكنت توني مقدم استقالتي في النادي وكذا، ما ودي اني اتكلم يعني واعيد وازيد ويقولون يعني كذا، وكنت بس يعني ودي اطوي الصفحه هذه. ولكن الرجل الامانه حاول بشتى الطرق انه يتكلم مع فواز الحساوي، والناس وقتها كانت تنطر شنو بيقول فواز الحساوي في الاستقاله وما شابه ذلك، وذكرناها ما نبي نذكرها وانتهى الامر. فمن ضمن الحديث انا كنت وقتها خالص مع نادي نوتنغهام فورست، بس ما اقدر اقول اني انا بشتري نادي نوتنغهام فورست بسبب، لان احنا موقعين اتفاقيه سريه في ذاك الوقت انه ما نذكر هذا. فقلت لهم انا ان شاء الله في صدد شراء نادي. ففي نفس اللحظات الاخ عبد العزيز عطيه، وكان طبعا لاعبنا الدولي اللي انا احبه ايضا ناصر الغانم موجود، وكذلك اذكر كان جمال مبارك، واذا افتكر يمكن جاسم الهويدي اذا ماني غلطان. فكلهم يعني في ذاك الوقت قالوا منو اي نادي ابو عيز؟ قلت والله اسمحوا لي، ولكن قال ابو عيز خلاص ارجوك السبق نبيه حق الوطن. قلت والله ما طلبت شيء، بالعكس انا قناه الوطن يعني برنامج مميز الحقيقه ملعب الوطن، وانا لي الشرف اني طلعت فيه يوم من الايام. ولكن لما قالوا لي هذا الكلام قلت لهم خلاص ما لكم لطيفه الخاطر، وان شاء الله اني انا بروح الى لندن واخلص، وما راح هذا اجيب الا قناه الوطن، يعني بالعكس. الحقيقه دكتور محمد خليل كلمني قال لي فواز، يعني هم ترى تلفزيون الكويت وقناه الراي والقنوات الاخرى، يعني هم بعد هذول يعني لهم حق، يعني هم لهم حق، هم يحبونك ويتابعونك. صحيح. وما يطلع عندك اي مؤتمر الا وتلاقيهم متواجدين. قلت له محمد يعني شنو؟ قال نوجه لهم دعوه ونيهم. قلت والله ما عندي مانع، كل واحد شوف انت الاخوان. والحقيقه تلفزيون الكويت الامانه يو على حسابهم، وبعض المحطات العربيه اللي اذكر كم جت على حسابها مثل قنوات اخرى. بس قناه الوطن دقيت لهم لما صار المؤتمر، كلمت الاخ طلال وجزاه الله خير، جو وحضروا طبعا بدعوه مني وفول بورد، يعني جو وانا ما يعني امن على الشغله، ولكن على اساس انه بيصير تغطيه لشراء النادي، على اساس تكون اول حلقه حق فواز الحساوي انه بعد شراء نادي نوتنغهام فورست، لانه مو عشان اني انا شريت النادي، لان هذا اول حدث
اول مواطن كويتي يشتري نادي اوروبي. صحيح. يعني ماكم في بعض الاخوان يقولون لا في اكو ناس اخرين لكن ما لومهم هم يحبون يتكلموا هالامور. ما في يعني تؤكدها انك اول واحد؟ لا ما في بس في قد يكون مساهمين في بعض الانديه. مساهمين أنا مساهمين ايه كثر ايه. انا الحين تقدر تشتري اسهم ايوه ماكو ايه. ماكو مشكله ايه. لكن لانك تملك نادي ماكو. صحيح اول ما بس هم في بعض اشخاص ما لومهم يحاولون يقللون من هذا يعني يقلل من قيمه الحدث ايه. فالله يعينهم على نفسهم في هذا الامر. تقدر تقول لنا منو؟ بعد الحين انت قلت كم مره بحلقتك بعد شو اقول انا؟ قول على سؤالي. المهم فبعدين عقب لما رجعت من السفر كنت انا جاي على اساس ان الحلقه بتطلع. ها طلال قال والله فواز ان شاء الله وكذا. بعد شوي حسيت ان الرجل محرج. قلت له تدري شلون؟ قلت له انا بسافر ويصير خير. سافرت ورديت ولا حتى يا بولي طاري بموضوع جزاهم الله خير ولا كلموني ما يبون يضيقوا خلقي فهم الظاهر سمعوا كان قدم استقالته طلع ومشى. ولما قدم استقالته هم ما لهم سلطه يعني عرفت هم موظفين. من اللي وقف التقرير؟ الحلقه كامله الحلقه كامله مع تقاريرها. جزاهم الله خير. اطمئن احب اشكر انا قناه الراي حقيقه وكلمت الاخ طلال قلت له طلال لو سمحت انت ادري ما راح تقدرون تطلعون فواز الحساوي. فواز الحساوي ممنوع من المحطه عندكم. تكلم واقع يعني. لا ممنوع بالراي لا بالوطن. ما يطلع فواز الحساوي وطن. قلت مو مشكله لا انا يا رجل لا يا رجل تبي اقول لك شيء؟ هل في عندك معلومه؟ تبي اقول لك شيء؟ عندك معلومه مؤكده؟ معلومه مؤكده انه عبد العزيز ممنوع من دخول الوطن؟ مؤكد مؤكد. تبي اقول لك شيء يا زياد؟ من منا ابو عزيز؟ انا كنت احضر بعض ال يعني ال يعني التكريم. طبعا انا اسوي مثلا تكريم ماي تلفزيون ما يغطونه ما يغطون يمكن مره يا وكذي. ساعات اروح اماكن يكونون موجودين طبعا ما لهم المصورين كلهم ربعي ترى يوني الديوانيه قاعدين فيوخر يقابل اللي هني ويخطرني قابل انا ما ابي اطلع يعني. انا طلعت بسكاي نيوز وطلعت بسي ان ان وطلعت بي بي سي يعني قناه الوطن ومع احترامي الشديد لهم على راسي وكلهم كل تقدير واحترام ما راح تزيدني ولا راح تزيد فواز الحساوي. ولكن هذا لما 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 يتكلم عني بالشكل هذا ويحرم فواز الحساوي انا ماني عارف شنو سبب هالشيء اللي قاعد يصير يعني سبب يعني صراحه عجيب غريب. من اللي يحرم فواز الحساوي؟ انا ما ابي اتكلم عن اشخاص ولكن لا يعني في شخص معين إيه هو شخص معين. هو مستغسل فواز الحساوي الحين اي طبعا اقول اسمه انا شيء طبيعي ولكن انا بس بغيت اقول شغله يعني هم الامانه ما لهم ذنب الاخوان إيه كعاملين وموظفين ما لهم ذنب إيه. ولكن الاوردر ياهم وهذا. فرحت حق الاخ طلال قلت له طلال لو سمحت تعطيني الماده لان قناه الراي قال لي حاضر. فاعطاني الماده جزاه الله خير اللي هم سووها ونزلوها لقناه الراي. والحقيقه اشكرهم واشكر الاخوان القائمين والاخ احمد العنزي والحقيقه يعني كانوا متفاعلين وياي وسووا لي مثل ما انت سويتوا حلقه استثنائيه حق فواز سووا لي حلقه استثنائيه عن تقضيه شراء النادي. نعم والحمد لله والشكر يعني وماشيين في هذا الموضوع. احنا راح نرجع في هذا الموضوع ابو صقر عن بعد اذنك عندنا ان شاء الله. اوكي ما جامل لا 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 ما جامل.